هنعمل دلوقتي شوربه الجزر سريعا كده مع بعض. يلا بينا. القطايف نحمرها؟ اه يلا بينا نحمر الكميه دي كلها. انت عازم حد النهارده يا فندم؟ لا خلاص مش عازم حد. مش عازم حد بس انا سريعه قوي. طيب تعرف هننزلها في الزيت. لازم القطايف تنزل في زيت شديد الحراره. ما ينفعش عشان تقرمش يا شيف. عشان تقرمش وعلى طول مره واحده تستوي. لو سبتها في زيت بارد الحشوه هتطلع منها بالشكل ده كده. شيل ده من هنا. ممكن بقى تطلع من الزيت. البعض بيخطأ وان هو يغطيها. احنا ما نغطيهاش. عشان ما تبقاش طريه. يعني اي مقلي قطايف بلح الشام الحاجات دي كلها اللي بنحب ناكلها مقرمشه لازم ان هي بعد ما تطلع من الزيت ما تتغطاش، تتساب كده مكشوفه عادي. خاصه بعد ما نحط الشربات عليها. الكميه دي كلها اهي زي الفل وما نقلبهاش يا استاذه شروق. يعني ما نفرحش بقى ان احنا عاملين كميه قطايف كتيره ونمسك المعلقه ونقلب. لا زي ما هي كده هتلاقيها تستوت دلوقتي.